وصلنا الموضوع الرئيسي مشاهدين اليوم واللي حنناقش فيه موضوع تقلب المزاج المفاجئ واللي يمر أغلب الأشخاص فيه لأسباب مختلفة. طبعا تؤثر هذه التقلبات على بعض الأشخاص وحياتهم وعلاقتهم بالآخرين بشكل سلبي. فإيش هي المزاجية وإيش هي أسبابها وكيف ممكن نتعامل مع الشخص المزاجي؟ هذا اللي حنناقشه مع ضيفتنا لليوم شيماء شلتوت المتخصصة في البرمجة اللغوية العصبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يا شيماء. يا هلا فيك. أول شيء كيف نقدر نعرف تقلب المزاج أو المزاجية، علما أنه أعتقد كل شخص عنده نوعا من نوع او شويه من المزاجيه. في المزاجية الطبيعية أو ممكن تكون بسبب أحداث اليوم أو أنه في فكرة معينة في راسي بتخليني عندي تقلب مزاج، وفي تقلب المزاج المرضي اللي بنسميه الباي بولر أو ثنائي القطب. ده بيكون مرض محتاج تدخل طبي طبعا لأنه بيبقى فيه مشكلة في كيمياء المخ، ولكن احنا هنتكلم عن الإنسان الطبيعي الغير مريض اللي بيكون عنده أو بيعاني من تقلب المزاج. تقلب المزاج أنه ممكن أكون دلوقتي قاعدة معاكي وبنضحك ومبسوطين وفجأة تلاقيني لا قلبت المزاج بتاعي، ما بقتش في المود. ممكن يحصل بسبب ايه؟ ممكن تكون مجرد فكره جت في دماغي فكرت فيها سرحت فيها فعلى طول خلتني المزاج بتاعي يتغير. احنا باختصار المشاعر ورده فعل الجسم ده نتيجه الافكار بتاعتنا. يعني انا لما اكون مبتسمه فانا مبتسمه وسعيده عشان في فكره في راسي وشعور داخلي مخليني اكون فرحانه. لو قلت لك دلوقتي فكري مثلا في موقف ضايقك جدا مثلا من اسبوع فات، ليه بس هتلاقي على طول بداتي وشك يتغير، بدأتي تسرحي تفكري في الموضوع فمزاجك بيتغير. لأنه العقل لما بيجي بيفكر في حاجة حتى لو هي مش حاصلة دلوقتي هو بيبتدي يعيش اللحظة، بيعيش نفس اللحظة العشاء من أسبوع فات كان موقف سخيف بالنسبة له، يبتدي المزاج بتاعه يتقلب بناء على الفكرة اللي في راسه. وبحس أنه حتى جسمه يتغير كذا، قاعدته يشد يعني سبحان الله وبعدين يتكتم كذا أنه بعده عني. طب هل ممكن العكس أنه ممكن يكون واحد كئيب وفجأة يفتكر بشيء حلو ممكن يعني برضو إيجابي؟ وخلي بالك في حاجات كثيرة قوي بتأثر على الحالة المزاجية. يعني ممكن مثلا لو شخص متضايق اوكي ما تقولوش لا خلاص اضحك او ده مش هتظبط معايا، بس هو في تولز معينه بنستخدمها في البرمجه ان ازاي تغير القعده بتاعتك وراسك ترفعها لفوق عشان المزاج يتغير. يعني عمرك شفتي حد بيعيط باصص لفوق وبيبكي؟ مش هتلاقي حد بيبكي وباصص لفوق، لازم دايما راسه بتبقى لتحت، كتفه بيكون منحني. لو هو ظبط القعده بتاعته ورفع راسه لفوق اوتوماتيكلي بيبتدي البكا يهدى، بيبتدي الحاله النفسيه تهدى. لو قام اتمشى بيهدى. الرياضه طبعا بتهدي جدا الحاله النفسيه. فتقلب المزاج زي ما هو من جوه لبره احنا كمان ممكن نعمل عليه كنترول من بره لجوه. بس بالنسبه للبكا يعني احنا كثير يقولوا لنا انه لا خلوا الشخص يبكي يخلص دموعه كلها بعدين، صحيح، عشان لا توقفوا الشخص وهو حزين. يعني هنا كيف حسب طبعا غير في يعني. اوقات لو مثلا حد جوه الشغل وحصل موقف وبكى لازم هيبتدي ياخد موقف انه لا لازم يوقف بكى عشان يكمل شغله، فلازم يبتدي يعرف التولز اللي يقدر يتحكم فيها بيها في نفسه. شيماء، هل في عوامل اخرى ممكن تاثر على المزاج؟ بمعنى انت ذكرتي انه هي الافكار هي اللي بتاثر على مزاجنا، بس هل ممكن يكون هرمونات؟ الهرمونات طبعا عامل سن معين هي زي ما بقول لك انه حسب السن وحسب المواقف اللي بيعدي بيها. بس السن مثلا المراهقه لانه بيجي عندهم تغير في الهرمونات عالي جدا، بيبتدي حياتهم تتغير من طفل لشاب، فبيبقى عنده لخبطه فهو انا اصلا مين او اتعامل ازاي. هنا بيعمل عنده طبعا تقلب مزاجي جامد جدا وتقلب في الافكار وفي المشاعر وهكذا. وطبعا دور الاهل ان هم لازم يتفهموا ده جامد جدا. المراه من اكثر الاشخاص اللي بيعدوا بتقلب المزاج اكثر من الرجل طبعا. لان هي اصلا دوره المراه الهرمونيه في خلال الشهر فيها تقلبات كثيره جدا، صحيح، فده بيؤدي تقلبات مزاجيه عاليه جدا فتره الحمل والولاده وما بعد الولاده. طبعا بيحصل دروب او انخفاض في هرمونات معينه وزياده في هرمونات اخرى بيؤدي لاضطراب عالي جدا في الحاله المزاجيه بتاعتها. كيف الوحده تقدر تتحكم بمزاجها على اساس انه ما ياثر كمان على شغلها، على علاقتها مع الناس، على اصلا الدبرشن؟ ممكن تروح الدبرشن بسبب المزاج. لو هنتكلم عن خلينا نتكلم مثلا عن المراه الحامل او المراه اللي لسه معديه بفتره ولاده، اول حاجه هي لازم تفهم انه ده طبيعي. انه ما تكونش حاسه بضغط انه انا ليه بيحصل معايا كده، انا ليه كل شويه حاسه بمود مختلف. لا ده طبيعي. قله النوم
بتأثر جامد جدا على المزاج بالذات عند السيدات. فلازم تدي نفسها فترة راحة للنوم يعني على قد ما تقدر، طبعا بعد الولادة بيكون شوية صعب، بس لازم تطلب مساعدة من الأشخاص اللي معاها إن هي تقدر تظبط يومها، فالهرمونات بتاعتها ما تتأثرش قوي بقلة النوم. أوكي. قلة النوم بتلعب برضو دور كبير قوي في الهرمونات. وزي ما قلنا إنه في تولز معينة إن حتى لو أنا عندي في الهرمونز لخبطة بقدر أبتدي أعمل كنترول عليها. يعني حتى كنا بنتكلم في موضوع الهرمونات قبل كده من ناحية الأنوثة. كل ما الست الهرمون الأنوثة يكون زايد كل ما بتلاقي إن هي أنثى. ده برضو بيرجع للتصرفات، لو أنا في قعدتي وفي طريقتي وفي حركتي طريقتي رجولي شوية ده بيأثر على الهرمونات. فحتى زي ما بنقول الأكشنز بتاعتنا أو تصرفاتنا بتأثر على الهرمونات والهرمونات يعني بتأثر على إحنا حسب إيش نعمل وإيش نلبس وإيش بالضبط، يعني طريقة الكلام القعدة ده كله بيأثر على الهرمونات، والعكس صحيح، هما الاثنين مرتبطين ببعض. يعني المخ والهرمونات مرتبطين ببعض، ففيني إن أنا أتحكم في هرموناتي وهرموناتي ممكن تتحكم فيا. هي صحيح هذه مشكلة والله لازم يتحكم في. طب خلينا نعكس السؤال شيماء، إذا الشخص بيعاني، مو بيعاني، هو بيتعامل مع شخص عنده تقلب مزاج، هذا الشخص مسكين يعني حيقول هذه فيها جنان ولا فجأة بتبكي فجأة بتضحك، يعني إيش المشكلة؟ بصي لو شخص مش ما عندوش مرض زي ما قلنا، ما هوش ثنائي القطب الباي بولر، دي قصه تانية طبعا، ليه محتاج رعايه مخصوص. بس لو شخص فيه اشخاص نقول عليهم مزاجيين، ان هو ممكن يكون قاعدين بنضحك ومبسوطين فجاه زي ما بنقول يسرح يفكر في حاجه يتضايق، نديله السبيس بتاعه، نديله الوقت بتاعه، مش لازم ليه انت مالك، طب لا خلاص وفك، وكل الكلام ده بيدي بيحسس الشخص التاني بالضغط. خلاص انا لاحظت ان الشخص ده حاليا مزاجه مش رايق، بديله السبيس بتاعه بعدين نرجع نحكي معاه تاني. اللايف ستايل حق الشخص قد ايش ياثر على بمعنى الصحه، يعني الاكل الرياضه هذا كله قد ايش ياثر على المزاج؟ بصفه جامده جدا، بصفه عاليه جدا. الاكل مهم جدا لانه الجانك فود مثلا بيعمل ستريس في المعده جامد جدا، ده بيخرب الهرمونات كمان بتاعه المعده. الرياضه لو ما بنلعبش رياضه خالص، طبعا الرياضه اصلا لوحدها بتطلع الستريس، فاذا الواحد ما بيلعبش رياضه على طول قاعد ما بيتحركش اكيد الستريس عنده هيعلى جدا، فالهرمون بتاع الستريس هيزيد عنده، الكورتيزول هيزيد عنده. بس اخر سؤال، المره اللي بتعاني من تقلب المزاج هل افضل لها انه تكلم احد كمستشار او لايف كوتش او اخصائي، ولا يعني تقدر تعمل هي تتعامل مع نفسها لحالها؟ طول ما هي قادرة تعمل كنترول وعارفة تتعامل مع حياتها ازاي مفيش مشكلة، بس أول ما بتلاقي إنه التقلب المزاجي بدأ يأثر عليها بشكل واضح، إن ما بقتش تقدر تروح شغلها، ما بقتش طايقة تقعد مع أولادها وتعمل تقوم بدورها كأم، أو إنه بدأ يأثر على حياتها بشكل ملحوظ، هنا محتاجة أكيد مساعدة. شكرا لك شيماء، يعطيك ألف عافية. ومن جد يعني معلومات جدا مهمة، يعني أتمنى الكل يأخذها بجدية، لأنه فعلا الواحد أوقات يصحى من النوم مو عارف ما له خلق، بعدين فجأة يصير كويس. خلونا نشوف ملخص عن الموضوع.